جاء عند البيهقي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما عاقب العورانيين وسمل أعينهم، يعني حرق أعينهم بالنار، عاتبه الله عز وجل فأنزل قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية. هذا الحديث هو في سنن البيهقي الكبرى، وهو مرسل كما قال البيهقي، لأنه من قول أبي الزناد التابعي رحمه الله، إذن لا يعول عليه.